عليكم بعد مصر فاستوصوا بقبطها خيرا فإن لكم منهم ذمة ورحما. وكثير من الأنبياء مروا على هذه البلاد. عندما نتكلم عن فلسطين أرض الأنبياء، أرض المحشر والمنشر، فنتكلم أيضا على مصر. كان بمصر إبراهيم الخليل، إسماعيل عليه السلام، إدريس عليه السلام، يعقوب عليه السلام، يوسف عليه السلام، واثنا عشر سبطة المذكورين في القرآن العظيم، وولد بها موسى عليه السلام، وهارون عليه السلام، ويوشع ابن نون، والنبي دانيال. يعني قلنا عليه محمد الطيب، قلنا النبي دانيال. زي عندي واحد وقال لي يا أخي عمر، وش يقول هذا النبي دانيال؟ أي نعم، نبي عليه السلام، عليه السلام، دانيال عليه السلام، ماشي دانيال ميتيرون ولا دانيال هذا، لا دانيال نبي من أنبياء الله. تقرأون هذا في البداية والنهاية لابن كثير. ثم وأرميا ولقمان، وكان بها من الصديقين والصديقات مؤمن آل فرعون الذي ذكر في القرآن العظيم في مواضع كثيرة. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، وماشطة فرعون أو ماشطة بنت فرعون أو زوجته آسية امرأة فرعون، وأم إسحاق، ومريم ابنة عمران، وغيرهم من الأنبياء. ثم من مصر تزوج إبراهيم الخليل هاجر أم إسماعيل، وتزوج يوسف من مصر زليخاء. كل هذه الأسماء ذكرت في كتاب الله، إلا زليخاء ذكرت بغير اسمها، وتعرفون السبب. ومنها أهدى المقوقس زعيم القبط الرسول عليه الصلاة والسلام مارية القبطية، فتزوجها وأنجبت له إبراهيم عليه السلام. وعمر ابن الخطاب عندما عين عمرو بن العاص وصل إلى مصر فوجد فيها عادة جاهلية. هذه العادة ما زال كاينة في بزاف ديال البلاد الإسلامية. وجد فيها عادة، وهي أن النيل يجف أحيانا، ييبس أحيانا، فيهدون لهذا النيل فتاة حسناء عذراء بكر، يزينونها ويجملونها وهي بكر، فيرمونها في نهر النيل. فالنهر النيل يسيء، شواطن قدين يديروا براج. إذا البلاد دار البراج شتا ميداش البراج؟ راه شتا بليز انتيليجون كو لا. إذا كان البلاد دار البراج كيجيو الشواطن كلهم كيديروا البراج، كيوقفوا الماء. أنت كترمي البنت كيقول لك أشركت بالله، خلاص الماء غادي يجي. جا سيدنا عمرو بن العاص وراء هذه العادة الجاهلية، فحرر البنات طبعا سميتو الأقباط القبطيات. تقاربوا حفظكم الله، تقاربوا الله يجزيكم بخير، حفظكم الله، تقاربوا الله يجزيكم بخير. فذهب إلى سكان مصر فقال لهم ماذا تفعلون؟ فقالوا نحن هكذا نهيئ فتاة عذراء لنهديها للوالي، كما نهدي نحن شي وحدين كيهديو لسيدي علي فلان، سيدي علي فلان نهديو له كبش ولا عجل ولا فروج ولا أرنب باش يرضى علينا باش يزوجنا البنت. هو السيد مسكين راه كيتحاسب لهيه، الله يجعله ان شاء الله يلقى، راه كيتحاسب لهيه، وحنا كنقولوا له سيدي علي هاك هل هل هاد فيتو هاد الذبيحه زوجنا فاطمه راه مقاتلنا بارتنا ما بقاش تزوج، ولدنا حليمه راه ما بغاش يجيو لها الاولاد، وغير ذلك من الامور. اذا الشرك اللي كان عند الاقباط جابوه شي واحد يشم سلمي، جابوه سميتو عند البلاد الاسلاميه. فرع ذلك المنكر وكتب الى امير المؤمنين، يا امير المؤمنين عمر بن الخطاب، هوش صاري في ارض مصر، النيل يتوقف عن الجريان بمجرد يرميو لمرأة عزبه صغيره وكيمشي كيجري. فقال له امير المؤمنين، بعث له واحد الكتاب، واحد الرساله ريكومونديه افيك اكيوز دو ريسبسيون ا لانتونسيون ديال نهر النيل،
هكذا الى نهر النيل. قالوا ما تفتحهاش، غير ارميها وصافي، ارميها في الواد. رساله من امير المؤمنين، اش كتب فيها؟ ايها الوادي، ايها النهر عفوا، ايها النهر، ان كنت تجري من تلقاء نفسك فلا تجري، وان كان الله يجريك فان الله الذي اوقفك سيجريك. ورمتك الرساله في الواد، وما هي الا لحظات حتى بدا الوادي في حرر امير المؤمنين البنات القبطيات من الانتحار في وادي النيل. والكلام يطول ايها الاخوه حول هذه البلاد. هذه هي البلاد التي جن جنون الامريكان وغيرهم من المرتزقه الذين لا يريدون للحريه ان تنتشر في اوساط المسلمين. هؤلاء الناس الذين لا يريدون ان يرفعوا وطأتهم على المسلمين. هؤلاء الناس الذين اقاموا ثوراتهم بالدم قرون من الزمن، وانشأوا ديمقراطيات يتمتع فيها المواطن ويتكلم فيها المواطن. هؤلاء الناس هم الذين ألبوا علينا حكاما من بني جلدتنا حتى سامونا سوء العذاب، وما أرادوا أن يرفعوا يدهم على أرض مصر. هذه هي الأرض. لكن بماذا تتميز أيضا هذه الأرض؟ قلت قبل قليل أن الزعيم، وحاشا أن يسمى زعيما، حاشا الزعيم، ما هو هذا؟ شي هو هذا الزعيم؟ الزعيم أبو عبيد بن الجراح. أبو عبيد بن الجراح عينه أمير المؤمنين قائدا للجيوش مكان خالد بن الوليد، فذهب إليه وهو معين بظهير، وذهب إليه ووجده في معركة، فما أخبره بالتعيين. ماشي قضية حكام شكون يحكمنا ولا أنت، قضية واش رب العالمين غادي يهزمنا ولا غادي ينصرنا. فما أبلغه بالكتاب حتى انقضت المعركة، ثم أبلغه إياها، فقال له يا أخي علاش ما قلتليش؟ هيك عندك أمر بالتوقيف؟ قال له لا يا سميتو يا أميرة، يا أميرة أمير المؤمنين، لا جيت لقيت معركة يعني سخونة، ما غاديش نوقفها. نقول لك لا وقف، أنا عيني أمير المؤمنين، أنا القائد. فالآن كنشوفوا الرئيس ماشي غادي يطيح، والضبوعة ليان، الضبوعة كيجريو، أنا عيني، أنا اللي عطاني نيابة الرئاسة، أنا اللي غادي نستلم. لا إله إلا الله. والشعب والشباب اللي راهم كيموتوا واللي كيغوتوا في الشارع اسبوعة كيغوتوا، والضبوعة كيتقلبوا كيتحيا باش ياخذوا اللي غاست، باش ياخذوا الفتات، لان الضبع كيبقى ضبع والسبع كيبقى السبع. لذلك يقول احنا بالدارجة اللهم ياكلك السبع حتى احسن ما ياكلك الضبع، لان الضبع ما كيبديش يذبح لك، غير شدك يمشي لك الكرش وبقيش بعد يخرج المسار، وانت كتشوف السبع. لا السبع كيقول لك اولا بعدا غادي نقتلك على سنه الله ورسوله، غادي ندبح، يجيك هنا ما ياكلش المسروع هو الذبح. السبع ما ياكلش بحال شي عرب كياكل المسروع، كيمشيو كيقول لك تذبح ولا ماشي تذبح، هذوك الضبوعه كتكلم على السبوعه. السبع كينقز هنا وكيدير دي بيغوات في السماء باش يشد لهنا الغزال ولا الثور ولا البري حتى ويمحمحيش حتى يموت. بعد ما تموت كيخليها وكيستريح ان طون دو غوبو. الرجال يا والله يجعلنا سبوعة، امين الله يجعلنا سبوعة. من رجع راه فينا بزاف ديال الضبوعة اخوتي، والله العظيم فينا بزاف ديال الضبوعة. اون سو كونتون دو ريان، اعطيني غير شوية وصافي ونسكت وندخل شوية. لا خويا لا، السبع يموت مرة والضبع يموت مرات ومرات ومرات. الرجل الشهم يموت موتة، لكن الذليل الحقير يموت 100 مرة في اليوم. المذلول كيموت 100 مرة في اليوم، والرجل الله يلام على الساعة واحد السبعة راه هنا فين وصيف الضل فينا هو؟ ها هو اللي هي واحد السبعة هو.
سير الفضل الله يبارك فيه ويبارك له في عمره وفي صحته. كل سيمانة كيختم القرآن في الكتاب في الجامع في الصباح في صلاة الصبح. جي عندي سلم عليا قال لي ولد الحرام مشى ولا مازال؟ ها هو دابا غادي يوقف تشوفه. ها هو لهيه سير الفضل سبع وشي وحدة عطاهم ربي القوة وعطاهم تبارك الله العقل لكن ضبوها ما يقدرش يهضر بابا. يقول لك سي عمر راه كاع كيفاش كدير انت كتكلم خويا يسمع لا خليه عاد يهضر يسمع لا ياك سان تونكاجا غيان سان تونكاجا غيان ديكوتي يسمع لا يقول لك لا ما سمعتش لطيف 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 هاد الهضره هادي واعره خويا عمر واش كتقول كتمشي انت للبلاد كتمشي للمغرب انا ماشي نهار الحد اش وقع لك اخويا اش وقع لك اش وقع لك طايح يقول احمد مطر الشاعر العراقي ندموا من غير ذنب ندموا من غير ذنب واعتروا بالضلال يا ندموا ما داروا والو واعترفوا بانهم ضالين خارج الطريق لماذا الخوف عباد الله ايوا شوفوا التلاميذ وشوفوا الرجال اللي راهم في ساحه التحرير ابدا كل واحد هالصوره جاب واحد ولد انا ولد صغير عنده من طعام ولا فجابوا باه ومو كاين عصو برا في هذا الوقت تاع البرد فقط لواحد الصحفيه ولا واحد الصحفيه كاع انت جيتو هذه ولد على الجا قال له انا ولدت مع الرئيس ولدت في حقبه الرئيس وتزوجت في حقبه الرئيس وولدت في حقبه الرئيس ولم ارى تغييرا في الرئيس فهربت ان يراه هذا يعني هذا الولد قال له تزت وتزوجت وولدت والرئيس مازال هو بلاصتو ما يتحركش ويقول لك هذه الديمقراطيه ما شاء الله مزيان هذه الديمقراطيه في بلاد العرب لكن هنا دو موندا با بلوس في امريكان وهنا ما شفناش واحد درترو موندا شفناش مازال موندا مشي جوج كاع مشي كانوا 14 سنه كان 7 سنين ردها 5 سنين يقول لك صافي واش انت هذا يعني غير انت اللي ولدات البلاد غير انت اللي من حيت تماك سميتو الاخر السره ولا كاع الناس كلهم هايل كاع الناس كلهم زوايل حتى واحد منهم مقرا غير انت اللي قاري حتى قال في خطابه اما الفوضى والاستقرار الاستقرار معي بمن ماذا باللب الحديد والنار والفوضى مع الشعب وشي واحد يك يقولوها السي عمر خلينا الله ما يبقاو هادو واحد مسكين اش قال لي والله على شكون غيجي موراهم يا قلت له يجي الشيطان غير يمشيو اش هاد الكلام اللي كتقول الضبع يجي الشيطان ما سوقيش شكون يجي لكن كاسونس تابو راه هادشي اللي كاين ليس بالامكان اكثر مما كان هادو هما لان هادو شعب الله المختار اختارهم ربي حكمه وانت اختارك ربي باش تكون ضبع لا من قال هذا الكلام من قال هذا الكلام الناس ولدتهم امهاتهم احرارا متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا من قال هذا الكلام عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه تقول لو امرأة حرية التعبير مكفولة للنساء والصبيان قبل الرجال تقوم امرأة أمام عمر ابن الخطاب الذي كان يريد أن يحدد المهور للنساء في الزواج فقالت له يا أمير المؤمنين